راجل القوس طيب بقى، راجل القوس طيب جدا. راجل القوس الطريقة هي اللي بتخليه يا إما يجيب لك هدية ويعتذر، يا إما يعنك جدا ويبعد عنك ويقوم قلب الترابيزة مش بيرد. هو ما بيعرفش يرد، هو مش يعني هو ذكي جدا، بس دايما راجل القوس سايلنت، تحس ان هو طول الوقت ساكت ساكت صامت، ما عندوش الحنكة بتاعت الرد وان هو يدافع وانه يعمل، دايما ايديه سابقاه. اوكي، ايديه سابقاه في ايه؟ في الهدايا يعني لو مثلا بيتعاتب مع واحد ممكن يقوم يتخانق معاه يضرب لانه يعني. عصبي. اوكي، لكن هو طيب جدا 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 جدا. الطريقه لو جيتي له بالطريقه او جات له بالطريقه الهاديه ممكن يروح يقول لها سوري ويجيب لها هديه كمان. لكن لو دخلتي عليه بتدي له اوردر في صوره اوردر، بتزعقي بتعلي التون بتاعك لان هو قديم، فكره قديم. برج القوس دايما في الرجاله فكرهم قديم، عندهم الراجل راجل وست ست حتى لو هو اضعف. اوكي.